في عناوين الثامنة: قضية النازحين تنفجر بين المستقبل وباسيل. هي منا خطوة جريئة، هي خطوة دنيئة حقيقة، لأنه بتمس بأرواح الناس. القناصل يعيدون أزمة مرسوم الأقدمية، والدولة اللبنانية لا تتحمل أي ليرة بهذا الشأن، لذلك توقيع وزير المالية منه ضروري. توم براك زحلاوي أبا عن جد. هن الأصل لبنانيين من زحلة محارة الراسية تحتها. تهديد لدعمه بولا يعقوبيان يعيده إلى فرنسا. فشفت قدام الباب حاطين ورقة، قريت الورقة بالأرمني مكتوب فيه تهديدات. زفة الريس تزعج إذن بي. إيه المزال عندهم مثل الشتي. السعودية تدخل على خط أزمة الأردن. في ترينز بلت صبوا هالقهوة في النمسا. عيد الموسيقى في فن الخبر. هذه العناوين وسواها نفصلها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. لا يلغي المرسوم سوى مراسيم جدل أخرى تشغل اللبنانيين عن البحث في جنس المجنسين وغير الملائكة من السياسيين. فضجة المرسوم اللقيط لم تخمد إلا بأزمة أرفع شأنا، وقد وجد وزير الخارجية جبران باسيل أن أهم هذه الأزمات ما يتصل بالنزاع مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، كان حلا في محله وسقط في البقعة الزمنية المناسبة وعلى قضية وطنية أممية بحجم وجود أكثر من 1.5 مليون نازح في لبنان يتعرضون لحالة هلع دولية. وإنذار وزير الخارجية للبعثة الأممية جاء على مستوى القلق الذي تسببت به المفوضية العليا للنازحين وثنيهم عن العودة إلى سوريا غير الآمنة بحسب تقديراتهم. فطبق باسيل نظام العقوبات على مؤسسة بدا أنها استخدمت معايير سياسية متحيزة، لكن جزءا من فريق المستقبل نظر إلى قرار باسيل على أنه أحادي الجانب. وقال وزير شؤون النازحين معين المرعبي إنها خطوة دنيئة وغير جريئة لكونها تمس أرواح الناس. ودعا المرعبي باسيل إلى أن يستكمل بعثاته صوب المريخ، وقال إن على الموظفين في الخارجية ألا يستجيبوا لهذا القرار لأنه غير شرعي وقد يطالهم قانونا. لكن هل يمثل كلام المرعبي وبعض المستشارين رأي رئيس الحكومة سعد الحريري؟ أيا كان موقف الحريري فإنه يمثل الدولة رسميا، وفي سياسة رجال الدولة فإنه لن يذهب إلى اصطدام بالأمم المتحدة ويعرض لبنان لأي عقوبات دولية محتملة. والحل يكمن في أن ينأى الحريري بنفسه عن أفعال وزير الخارجية ويدعي أن لديه وزيرا يتخذ قرارات متهورة حتى لا يأخذ الدولة اللبنانية إلى صراع مع الأمم. لكنه في عمق قراراته غير المعلنة سيوافق على خطوة جبران باسيل ويثمن الإجراءات التأنيبية المتخذة في حق المفوضية. أزمة الخارجية والمفوضية مسحت إذن الدموع عن مرسوم الجنسية، وهناك مرسوم آخر في الاحتياط إذا ما دعت الحاجة، وعنوانه توقيع وزير المالية على مرسوم القناصل الفخريين. وبشهادة وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور الابن الشرعي لوزراء خارجية الرئيس نبيه بري، فإن توقيع وزير المال هنا غير ضروري. لكن الوزير علي حسن خليل أعلن أن هذا الفعل لن يمر، ودعا إلى العودة عن الخطأ وتصحيحه قائلا إنه سيواجهه حتى النهاية. وفي مقابل هذا التحدي فإن مصدرا عدليا وزاريا مقربا إلى قصر بعبدة، وهو مصدر سليم ومعافى، رفع مستوى التحدي وقال لوزير المال: نتحداك أن ترينا بندا واحدا من أبواب الإنفاق أو من أبواب الإيراد في موازنة وزارة المال رصدت للقناصل الفخريين.
إذن وزارة النازحين تهاجم وزارة الخارجية على خلفية الإجراءات في حق مفوضية اللاجئين، والوزير معين المرعبي يصف الوزير جبران باسيل بالجلاد. وبالأمس اجتمع رئيس الحكومة سعد الحريري بالوزير جبران باسيل وتداولا في ملف المفوضية وشؤونا وزارية. توسع الخلاف بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، فوصل إلى البيت المستقبلي، إذ كشف مستشار الرئيس سعد الحريري نديم الملا أن الحريري سبق له أن أبلغ الوزير باسيل معارضته وقف طلبات الإقامة لمصلحة المفوضية العليا، طالبا إليه سحبه. وعلى هذا الخط دخل مسانداً وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، منتقداً ومخاطباً موظفي وزارة الخارجية. إجراءات الداخلية هي إجراءات غير قانونية وغير شرعية، وهي فقاعات هوائية ليس لها أي معنى. وجبران يبدو أنه مصر على تجاوزها، تجاوز حتى حدود فخامة رئيس الجمهورية، دولة الرئيس، الحكومة وكل الوزراء، وخاصة يعني الموضوع اللي بيتعلق بوزارة الدولة لشؤون النازحين. بهذا الموضوع لم ينسق مع أحد، أخذ قرارات يعني منفردة. ما في شيء اسمه قرار وزير، هذا وزير مستقيل بالأخير. اليوم على الموظفين بوزارة الخارجية أن لا يعني يتجاوبوا مع هذا القرار، لأنه غير شرعي وغير قانوني، وقد يتم يعني يمكن أن يطالوا قانونيا بهذا الموضوع. كذلك حرص المرعبي على عدم عودة النازحين السوريين إلى المناطق غير الآمنة كي لا تزهق أرواحهم. في كلام اللي طلعه باسيل بيقول فيه أنه هو أرسل بعثة إلى عرسال، كنت بتأمل أنه هو يطلع يشوف وضع عرسال كيف هو. إذا كان بده يرسل بعثات، أنا برأيي يعني كفي صوب منه على المريخ أو إلى مناطق أخرى. والكلام اللي عم يقوله ممكن أي شخص يطلع يسأل السوريين بيلاقي أنه الصغير والكبير من السوريين يرغب بالعودة إلى سوريا فور استتباب الأمن والأمان في سوريا. وبإمكانه بنفس الوقت أن يطلب من زميله المعلم أن يرسلهم إلى يعني المنطقة الساحلية، أما في إدلب، أما في درعا، أما في المناطق اللي بدير الزور مثلا، كلها هذه مناطق تجري فيها معارك، ولا يمكن أن نسلمهم إلى جلادهم، لا بواسطة الجلاد الآخر جبران باسيل، ولا إلى الجلاد الكبير بشار الأسد. هي خطوة دنيئة حقيقة، لأنه بتمس بأرواح الناس. وتقول المعلومات إن المسؤولين في المفوضية لم يتلقوا من الحكومة اللبنانية أي أخطار رسمي ولا أي اتصال فيما خص الإجراءات، وإنهم تبلغوها من الإعلام. دارين دعبوس، قناة الجديد. هل يسير مرسوم القناصل الفخريين على خطى مرسوم الأقدمية؟ وهل يعيد الفجوة بين الرئيسين عون وبره؟ في بلبلة مشابهة لمرسوم ضباط دورة 94، برز مرسوم القناصل الفخريين الصادر في 29 من أيار الذي ثبت 32 قنصلا فخريا موقعا من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية، إلا أن غياب توقيع وزير المال علي حسن خليل فتح بابا على أزمة أخرى بين الرئيسين عون وبري. فهل يرى وزير الخارجية السابق عدنان منصور المقرب من الرئيس بري توقيع وزير المال ضروريا؟ بالنسبة لتعيين القناصل الفخريين، هو منصب شرفي لا يرتب أي أعباء مالية على الدولة اللبنانية، على أساس أن القنصل الفخري هو اللي بتولى مسألة نفقات المكاتب والموظفين وغيره، والدولة اللبنانية لا تتحمل أي ليرة بهذا الشأن. لذلك توقيع وزير المالية على المرسوم أنه ضروري. نشرت صحيفة الأخبار رسالة تحذيرية من الوزير علي حسن خليل سيوزعها على سفارات الدول، مفادها أن مرسوم القناصل الفخريين موضع إشكال دستوري وتشوبه عيوب كثيرة، محذرا من أن العمل بالمرسوم يعني ترتيب أمور لا تخدم العلاقات الثنائية بين لبنان والدول المعنية. وفي رد على هذه الرسالة، رأى مصدر عدلي قريب من قصر بعبدة أن فيها تجاوزا للصلاحيات
الصلاحيات باعتبار أن وزير المال لا يحق له مراسلة السفارات إلا بواسطة وزارة الخارجية، ورأى المصدر أن هذه الإشكاليات ليس لها أساس قانوني ولا دستوري ولا حيثية واقعية، فحتى رهانهم على إبطال مرسوم التجنيس صار وراءنا وانتهى ولم يتبين أي شيء في تحقيقات الأمن العام. وختم المصدر العدلي بالتوجه إلى الوزير علي حسن خليل، أتحداه أن يرينا بندا واحدا من أبواب الإنفاق أو من أبواب الإيراد في موازنة وزارة المال رصدت للقناصل الفخريين. أما فيما يخص معاملات تجديد الإقامات وجوازات السفر، فهل تتطلب هذه الإجراءات حركة مالية؟ المعاملات تتم عبر السفارة اللبنانية، يعني القنصل الفخري عندما يسلم عدد معين من الجوازات أو الصلاحيات اليوم متروكة للسفارات بهالشأن. هذا المرجوع للسفارة، وهي السفارة تتولى عملية إرسال المعاملات بوزارة الخارجية. يعني حتى بهذه الحالة إمضاء وزير المال مش ضروري يكون موجود؟ ليس من ضروري، لأنه عندما يسلم القنصل الفخري لنقول عدد معين من جوازات السفر، طبيعة الحال الرسوم معروفة وكل شيء مسبقا معروفة. المعاملات ستتم عبر السفارة بالبلد بالعاصمة، وهي تتولى تحويل المعاملات كلها فيما بعد إلى وزارة الخارجية. مصدر مقرب إلى قصر بعبدة أكد للجديد أن ملاحظات وزارة المال لم تطرح بشكل إشكالية، وأضاف إنهم متمسكون بقانونية هذا المرسوم حتى ولو أصر وزير المال وفريقه على خلق أزمة، معتبرا أن كل إثارة لموضوع يتعلق بتوقيع وزير المال في هذا التوقيت سيعد أمرا مشتبها فيه، يضاف إلى سلسلة الأمور التي تثار كالحصة الرئاسية ومرسوم الضباط ومرسوم التجنيس وصولا إلى مرسوم القناصل. وأضاف في كل مرة يختلقون أزمة لرفع المتاريس أمام العهد ولن يستطيعوا، لأن ميشيل عون أصبح خارج دائرة مرماهم. رواند أبو خزام، قناة الجديد. أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن مرسوم تعيين القناصل الفخريين غير مقبول شكلا ومضمونا، واستغرب خليل اللجوء مجددا إلى هذا النهج الاستفرادي في القرار، ما يطيح بمناخات التهدئة والتعاون التي سادت بعد الانتخابات النيابية، داعيا إلى العودة عن الخطأ وتصحيحه، لأن هذا الفعل لن يمر وستتم مواجهته حتى النهاية. وزير الخزانة الأمريكية لبناني منذ شباط لا في مرسوم التجنيس الأخير، ولوزير الداخلية صلاحية، كيف ومن هو توم برك؟ في حكومة الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس الأسبق العماد أمين لحود، استخدم وزير الداخلية حسن السبع صلاحيته رافضا توقيع مرسوم استعادة الأمريكي توم براك الجنسية اللبنانية، وهو حفيد مدينة زحلة. محامي ترامب السابق توم براك في وزارة الداخلية مستلما هويته اللبنانية. في السادس من شباط 2018 في حكومة الرئيس سعد رفيق الحريري في عهد الرئيس العماد ميشيل عون، وافق وزير الداخلية نهاد المشنوق على طلب براك وسلمه شخصيا إخراجات قيد أولاده بعد استعادته مع عائلته الجنسية اللبنانية. فتوقيع وزير الداخلية يوازي على ما يبدو توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة في القدرة على إعطاء الجنسية في حال توافر الإمضاءان الآخران، ويعرقل صدور قرار بإعطاء الجنسية لو أراد، حتى إن مرسوم التجنيس الأخير كتب في بدايته بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. ولكن من هذا الرجل الأمريكي اللبناني المستجد الذي هاجر أجداده من زحلة إلى الولايات المتحدة؟ هو وزير الخزانة الأمريكية، مستثمر الأسهم والعقارات الخاصة الأمريكية، ومؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كولوني كابيتال للاستثمارات. تدرج براك في مكتب المحامي الخاص للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، شغل منصب نائب وكيل وزارة الداخلية في عهد إدارة الرئيس ريغان. استثمر براك نحو 200 مليون دولار في القطاع العقاري في الشرق الأوسط. وفي أيلول عام 2011 حل براك في المرتبة 33 بعد 800 كأغنى شخصية في العالم، وفي المرتبة 75 بعد 300 كأغنى شخصية في الولايات المتحدة الأمريكية بثروة تقدر بنحو مليار ومئة مليون دولار. الجديد قصدت زحلة مسقط رأسه والتقط أقربه.
بتعرف حدا من اولاده بتعرفهم؟ مش جايين لعن ابدا، بده هو بيجي لعن. هو عنده بيت هان موجود له شي بيت؟ لا بيعوهم كلهم، بيعون الجدود اللي منفلوا، بيعون الجدود، بعتوا لبي وكليت من شي 100 سنة وبيبيعوهم. طيب شو اللي بيرب الطوم هلا بعده بزحلي بلبنان؟ هو بحب جده، قايل له لبيه انه نحن من زحلي ومن عطر الرصيد. نعم. هو بعده بيتفكر انه انا من زحلي، بس تسأل بيقول لك انا من زحلي من عطر الرصيد. هلا اجى سنة ال 94 على لبنان كرمال اولا استرداد الجنسية، وثانيا كان في مشروع تخصيص كهرباء لبنان. كان بده يشارك بالمناقصة وياخذها على ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ومن بعدها ما زبطت المناقصة وراحت الخبرية وطلع لعنا على زحلي، شافنا وشاف بيت جده، زارنا بالبيت، تغدى مع العيلة بالوادي. ومثل كل إنسان لازم يكون عنده جنسيته الأصلية، بيعتز وبيفتخر. طيب توم براك شو بيشتغل بعمل؟ هو درس محامي ومن بعدها صار مستشار للأمراء السعوديين بالسعودية، وهون بلشت الثروة تتجمع. من بعدها عمل شركة كبيرة اسمها كولوني للمحاماة والمقاولات بأمريكا، تربطه صداقة بدونالد ترامب، ضل صديقه كل العمر وصار مستشاره المالي. عنده مناقصات كتير، عنده بيملك سردينيا، اشترى سردين، اتصل بالوالد من سرديني وقال له تعوا زورونا. في لقاء براك المشنوق عبر اللبناني المستجد عن فرحته وفخره واعتزازه باستعادته وعائلته الجنسية اللبنانية. هو الملياردير الأمريكي، الوزير والمستثمر وصديق الرئيس الأمريكي، إلا أن حبه لوطنه منذ سنوات وتعلقه بأرض أجداده علواه على كل ملذات الحياة وشاهها. رشا الكرم، قناة الجديد. ورد أن توم براك وزير الخزانة الأمريكية، والأصح أنه كان مرشح لتولي هذا المنصب فاقتضى التوضيح. رئيس حزب الهنشاك السابق يتعرض للتهديد على خلفية دعمه للنائبة بولا يعقوبيان. إلى من باع شرفه وقسمه بأرخص الأثمان الخائن ميتساك بولاديان خائن حزبه وطائفته سينال عقابه. عندما تعود من فرنسا سنرى في أي حجر ستختبئ، أينما كنت سنلاحقك وستنال العقاب الذي تستحق. رسالة تهديد رفعت في وجه الرئيس السابق لحزب الهنشاك وأوصد باب منزله في وجهه. خمس الشهر هي الساعة 4 الصبح صرت على بيروت من فرنسا، بدي فوت على بيتي بالمنطقة النهر، فشفت قدام الباب حاطين ورقة، قريت الورقة بالأرمني مكتوب في تهديدات بحياتي، وبدي افتح الباب، باب كمان مسكر، مسكرين ما بعرف بالأدوية، ما قدرت فوت على البيت. ومنطقة هونيك اللي ساكن أنا رئيس حزب الهنشاك نائب سابق سابوكا الباكيا منطقته، يعني بينسوني يعني الشباب اللي عملوا بشرف سابوكا الباكيا وحدا غيرهم. برأيك هو دعمك لبولا يعقوبيان هو المشكلة وليس يعني مشاكل داخلية داخل حزب الهنشاك؟ لا، أنا تقريبا ساعني 7 سنين بفرنسا كنت ما عم بتدخل بالقصص والمشاكل الحزبية، هني عندهم مشاكل حزبية يعني تقريبا من الزمانات، بس هاي مرة كرميل بولا. إثر التهديدات طالبت النائبة بولا يعقوبيان الأجهزة الأمنية بالإسراع في التحقيق. قضية دكتور ماتساك بولاديان منا معزولة، هيدي جد ضمن سياق من تهديدات كتير كبيرة، أكتر شيء للأشخاص الأرمن اللي كانوا عم يشتغلوا معي، ومن للأسف يعني مسؤولين عن أحزاب أرمنية، أحزاب عريقة بنحترمها ومنحبها، بس المسيطرين عليها اليوم مجموعة من الشبيحة. ومع ذلك بعدنا منقول ما منوصل إلا بالقوى الأمنية، نلجأ إلى الدولة وإلى القضاء، بس في كم من الترهيب منه طبيعي أبدا. وفي بعض الشخصيات اللي بيعتبروا فيهم يعملوا شو ما بدهم لأنه الناتجين تحالفات ما بالبلد. وكان قد تقدم بولاديان ببلاغ إلى جهاز أمن الدولة ومخفر قوى الأمن الداخلي معبرا عن أسفه لاضطراره إلى السكن خارج منزله وعودته إلى فرنسا بعدما قرر الاستقرار في لبنان، حيث لا يعد الاختلاف في الرأي خيانة. رواند أبو خزام، قناة الجديد.
زف أمام بلدية بيروت وزغريد ضد المحافظ زياد شبيب والبلدية ووزير الداخلية، أطلق عليها زفة الريس تيبقى الشط لكل الناس، وشارك فيها حشد من المعترضين على مشروع إيدن باي وعلى الاعتداء على الأملاك العمومية البحرية. وفي الشارع المقابل اعتصام مضاد دعما للمشروع وصاحبه وسام عاشور، أبطاله الموظفون أنفسهم. لم يكن صباح التاسع من حزيران عاديا أمام بلدية بيروت، فالطريق مقطوعة والقوى الأمنية منتشرة للفصل بين اعتصامين، اعتصام تحت عنوان زفة الريس يزف فيه المعتصمون من الحراك المدني والجمعيات البيئية كل المتورطين على حد قولهم في مشروع الإيدن باي وكل المخالفات على الشاطئ اللبناني. يعني ببساطة نحن سلوس الإيدن باي معروف من هو المشنوع زياد شبيب وعيتاني، واليوم بدي أقول اللي عم بيصير المجموعة اللي موجودة هناك نحن معها، هيدي جاي كرمال لقمة عايشة ونحن معها، ما عندنا مشكلة معها، ولكن هني جابوها ليحرفوا التحرك عن هدفه الطبيعي. مثل العادة بيصير الخطأ وبيرجعوا بيحطوا المواطنين مقابل بعضهم، مثل ما صار بالمدارس، مثل ما صار بقانون الأجارات، اليوم عم بيصير بموضوع الشط اللبناني. لأنه للأسف صار تزوير من قبل محافظ بيروت بالرخص اللي عطوها، ما نستعمل كلام أكبر بالمخالفات اللي صارت، استند على معلومات غلط، استند على خرائط جغرافية غلط. التعدي على الأملاك العامة لا يسقط بالتقادم، والتعدي يزال شو ما مرق عليه زمان، وما بيسقط حق وراء مطالب ونحن باقيين. من الجهة المقابلة اعتصام آخر يدافع فيه موظفو الإيدن باي عن المشروع وعن صاحبه وسام عاشور وعن لقمة عيشهم، ويهتفون بالروح بالدم نبديك يا عاشور. نحن موظفين، نحن عايشين من وراء وسام عاشور، وسام عاشور معيش 3000 عائلة، ما حدا عم بيجي بيحن علينا بقول خدوا بس كرمال لقمة العيش. نعم اي متحسب تعرف مظاهرين اللي عم نحكي بقى. لا انا بحكي ليش انتم ليش هن ما بيعرفوا يحكوا عن حقهم، ما هن اللي عم بيدافعوا عن حقهم. كمان عم نحكي لا اذا بتريد انا بفضل احكي مع المواطنين. نحن موظفين، السيد وسام عاشور والسيد علي عاشور هن الوحيدين اللي خلقونا فرص عمل جيده جدا، انما اللي نحن عم ننزل كرمالهم من سياسيين ولا غيرهم ما عم بيطعمونا ولا عم يشربونا، بس عم بيخلونا نجوع اكثر واكثر ونغرق اكثر. اعتصامان سلميان لم يخرقهما سوى بعض البيض الذي رماه موظفو الإيدن باي، والمشهد باختصار هو بين لقمة العيش والأملاك البحرية، مواطنان يبحثان عن حقهما في بلد أو مش بلد. ايه البزال عندهم مثل الشتاي. ليال بوموسى، قناة الجديد. بعد اعتصام في وسط بيروت دفاعا عن مشروع الإيدن باي، انتقل موظفو شركة عاشور إلى الرمل البيضاء في مبادرة لتنظيف الشاطئ. اليوم نحن نظمنا حملة تنظيف شاطئ رمل البيضاء بعد ما كنا واقفين عم نثبت موقفنا كموظفين عاشور على حماية مشروع الإيدن روك، كمبادرة منا لتوعية العالم أنه شاطئ بده تنظيف وبده تزبيط ونحن منا متعدين عليه، وشاطئ لكل الناس لكل اللبنانية ولكل بيروت. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل العفو قبل الخطة الأمنية، تكريم 5 من المميزين دولياً، ثقب قلبي أرحم من بتر يدي. مرحبا بكم من جديد وعلى فقرة ترندز مع سارات صالح. هو الفرحة اللي بتجي من بعد النطرة، والغمرة اللي بتكمل الصورة لما نلاقي اللي منحبهم. هو الدعوة لنساعد غيرنا ونقدم من حالنا تيفرح الآخر. هو الفرصة اللي بتجمعنا مع العيلة، واللحظة اللي منعرف فيها كيف فينا نعطي بوقتها منكون عن جد عم نعيش رمضان بالفعل.
مرحبا. بداية أخبارنا مع ميزة طال انتظارها على إنستغرام للأشخاص يلي كتير بيحبوا يشاركوا أصدقائهم ستوريز بيشوفوها عند غيرهم. هالخدمة بالفعل صارت متوفرة لجميع المستخدمين، ولكن بشرط صغير، هو أنه يكون معمل لك تاج على ستوري حتى تقدر ترجع تشاركها مع أصدقائك الآخرين. وأكيد هالميزة هي لمساعدة المستخدمين أنهم يقوموا بمشاركة لحظات موجودين فيها ولكن ما قدروا هن يصوروها. أما الأبديت الآخر يلي شهده بعض المستخدمين فهو ربط الفيسبوك مباشرة مع الإنستغرام من خلال ظهور رمز الفيسبوك داخل البروفايل الإنستا ووصول جميع تنبيهات فيسبوك عليه. طبعا هالتعديل يلي ربط الحسابين مباشرة ببعض هو لتشجيع المستخدمين على إعادة فتح وتفعيل حساب الفيسبوك الخاص فيهم، ويلي واضح أنه شعبيته عم تتراجع بشكل كتير كبير مع احتمال خسارة فيسبوك ل 2 مليون مستخدم هالسنة تحت سن ال 25. طبعا هالتعديل أثار استياء أكثر من المتابعين، ولهالشي مش معروف إذا رح يكفوا فيه لجميع المستخدمين أم لا. ومن الفيسبوك بدي أختم مع فيديو عم يحظى بإعجاب كبير وبيفرجي مجموعة شباب وصبايا بلباس رسمي عم يدبكوا بأحد البلدان الأوروبية على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية سميرة توفيق بلا تصبوا هالقهوة. المستخدمين بمعظمهم قالوا أنه هالرقصة هي من مهرجان لطاقم الطيران الملكي الأردني لتشارك ابنة شقيقة الفنانة سميرة السيدة لينا رضوان بسعادة كبيرة هالدبكة على صفحتها الخاصة على فيسبوك، وتقول أنه هالرقصة اجت لدعم الأردن شعبا وحكومة. ومع هالأغنية الجميلة أنا بدي أودعكم وأتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي. اجتماع في بعلبك يطالب بالعفو العام قبل الخطة الأمنية. عقدت عشائر وفعاليات بعلبك الهرمل ولجنة العفو العام اجتماعا في المدينة تداولت فيه آخر المستجدات الأمنية وقانون العفو العام، ودعا المجتمعون إلى بدء خطة أمنية مدروسة ومسؤولة بوابتها الأمن والعفو العام، وطالبوا بالإسراع في ذلك والعمل لتأليف مجلس إنماء محافظة بعلبك الهرمل والوقوف إلى جانب كل الخطوات التي تعمل لها القوى الأمنية لاستتباب الأمن وملاحقة أي مخل به. ورأوا أن العفو العام هو أولى الخطوات وحاجة أقر بها الجميع، والمطلوب ترجمة ذلك على أرض الواقع. لا خطة أمنية قبل العفو العام. هذا واضح الهدف والغاية والخلفية يختصر بالعفو العام. ثانيا، لو أردنا الأمن فالعفو العام أول الخطوات، ولو سعينا للاستقرار فنحن بحاجة للعفو العام. وقد حضر الاجتماع نحز عيتر وكلهم للوطن. نحز عيتر يحترم النشيد الوطني اللبناني الضابط سابقا في جهاز أمن الدولة. نحز عيتر. لف الحزن منزل عائلة فؤاد الرفاعي إثر تلقيها رسميا خبر وفاته بنوبة قلبية بعد 2 و8 أشهر على فقدانه في تركيا، تاركا وراءه زوجة وثلاثة أبناء هم أحمد وعبد الله وصبحي، والأخير كان بمرافقة والده في تلك الرحلة قبل أن يفترقا ويعود الابن من دون الوالد. امبارح تلقينا خبر الصادم من قبل شخص من طيار المستقبل أو من مكتب سيد الحريري أحمد الحريري، أجا بلغنا بوفاة فؤاد. سبب الوفاة هي سكتة قلبية أدت سبحان الله أنه لوفاته، فطال الزمن 3 سنين وشوي بسبب كثرة الجثث عندهم وكثرة المقابر الجماعية بالمنطقة هناك بتركيا.
لهالسبب تأخر الوقت إعلان الوفاة رسميا. ابني الصبح بتركيا لحاله ضلوا 22 يوم. أمي تعرفت أنه في أخته برضاعة اتصلت فيها ونزلت أخذته وجابوا لي الصبح من تركيا لعندي. مجزرة بيئية تشهدها بلدة وادي الست في الشوف، حيث عمد بعض المجرمين إلى قطع أشجار معمرة على ضفة النهر بغية إقامة مشروع تردد أنه منتزه سياحي أو طريق. وقد لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط في تغريدات على تويتر إلى استباحة الطبيعة في وادي الست في ظل صمت مكتب الأحراج والسلطات المعنية. وقد أرفق جملاط تعليقه بصور من الموقع قبل المجزرة وبعدها. اجوا فيتوا بقلبه عم يعملوا طريق بقلب النهر، لما اتشكينا عليهم قالوا لا عم نعمل منتزه، هني عم يعملوا طريق، نحن مين عم يشتغل ما نعرف، تشكينا عم تتقصص الشجر، عم يتقرب النهر، خربت ضيعتنا. نحن من يوم ما رجعنا ما حدا قاصص عود عنه للنهر ولا حدا بيقرب لاي، بيجوا بيتفرجوا عليه وبيفلوا. مش هيك بيعملوا فيه، الاول بلش فوق. دقرنا نحن وياهم دشر فوق إجا بلش من هون هلا عنده شقفة أرض فوق بعده على العيلة بده يوصل الطريق لايه بين النهر بينزل من هون للدمور ما نزل لايه 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 ما نزل على الدمور ينزل على الدمور ينزل يلحق النهر نزل مش جسر ونزل. الجامعة الأمريكية تكرم 5 من المميزين دوليا في حفل التخرج. علي فخرو Two-time AUB alumnus, physician, writer. احتفلت الجامعة الأمريكية في بيروت بتخريج حاملي شهادات الطب والدكتوراه والدراسات العليا، ومنحت خلال الاحتفال الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات لخمس شخصيات بارزة عالميا. هم الدكتور البحريني علي محمد فخرو والبروفيسور اللبناني وعالم الفضاء جورج الحلو الحائز على دكتوراه في علوم فيزياء الفلك والراديو والمدير التنفيذي لمركز آيباك في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والممثلة الفرنسية إيزابيل أجاني، والطبيب الأمريكي هوارد كو، والخبيرة الاقتصادية المصرية الأصل نعمة شفيق. ألقى الدكتور علي محمد فخرو كلمة شكر فيها الجامعة على منحه الدكتوراه الفخرية التي يعتبرها محفزا له تكريما لبلاده البحرين. تعلمنا الالتزام المسؤول بقضايا وطننا العربي الكبير وبقضايا أوطاننا العربية الصغيرة، وهنا تعلمنا فضيلة التسامح والعيش بسلام مع الآخرين، وهنا انغرس فينا حب المعرفة، حب الحقيقة، حب الدفاع عن العدالة. كانت بحق فترة آمال وأحلام كبرى وفرح روحي وثقة في النفس والمستقبل، لكن الزمن قد تغير والنسائم أصبحت عواصف والوطن العربي دخل في جحيم الصراعات الدينية والمذهبية والعرقية. كان الدكتور فخرو قد تقلب في مناصب بارزة في دولة البحرين، فكان وزيرا للصحة ثم وزيرا للتربية والتعليم حتى عام 95، ثم سفيرا للبحرين لدى فرنسا حتى العام 2000، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث. الطفل حسن ثقب قلبي أرحم من بتر يدي. بعد ما انبترت إيد ابنة بعدنا شفنا الراحة بالبيت. أنا آسف سلوم والد الطفل حسن سلوم اللي صار عنده خطأ طبي بمستشفى الساحل، الدكتور هاشين اللي بادر بالخطأ الطبي. وأول شيء صراحة أعطانا وعود وقال لي إنه أنا بتكفل بكل شيء، ففجأة بيغير كل الأسلوب اتجاهي أنا، فبيقول لي إنه أنا بدي ألجأ لنقابة الأطباء. هذا بنتمنى من القضاء بس ينصف حسن مشان بس ما يصير غلط طبي مرة تانية مع طفل تاني وينجرح أهله ينجرحه مثل ما نحن انجرحنا، لأنه جرح كبير نحن بقلبنا.
أنا ابني صار عمره شهرين ونص هلأ، من أول ما فتح عيونه على الدنيا وهو عم يتعلل وهو بالمستشفى. يعني انحرم من حناني، حرمت من حملانه. أنا من 3 أيام لحتى صرت أحمله لأبني. ابني عمره شهرين ونص ولا مرة حملته على إيدي من 3 أيام لست أقدر أحمله. قولي يا ريت هالشي ما صار. حارقة بقلبي كل العمر. تكلفة العلاج صارت 46 مليون فرق الضمان، ونحن ما عم نتجنى على حدا. في معنا كل الإثباتات اللي بتقول فيها إنه هالطفل هيدا كان بمستشفى الساحل وصار عنده غلط. هو عنده بعد علاج طويل لإيد من وراء إيده، عنده علاج فيزيائي لأنه إيده اللي انبترت ما بتفتح على الأخير، بعد بدها علاج دائم. ابني موجود هلأ بالعناية الفائقة مستشفى الجامعة الأمريكية. أخوته نحن حاولنا إنه نمهد لنا الوضع يعني ليتعودوا على هالشيء، يعني ما عدنا قدامهم إنه نفرجين إنه نحن متضايقين نحن تعبانين مشان ما يضلوا متأثرين. بعد الإعلان الجيش يتقدم في ريف السويداء. مرحبا بكم من جديد. استقبلت كيباك قمة الدول الصناعية 7 في ظل انزعاج الحلفاء 6 من تصرفات الرئيس الأمريكي الأخيرة. تقرير ليال بوموسى. وسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت قمة مجموعة الدول الصناعية 7 في كيباك الكندية، قمة تخيم عليها ظلال الخلافات بين الأعضاء 6، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والعضو 7 الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أزعج الحلفاء بدءا من انسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية الإيرانية حتى فرض رسوم جمركية على صادراتها. تضمن جدول أعمال القمة 5 مواضيع أساسية يتقدمها الاستثمار في النمو الاقتصادي وتمكين المرأة ومكافحة الاحتباس الحراري، لكن الخلافات الملتهبة بين الحلفاء فرضت نفسها بقوة على القمة مع أنها غير مدرجة في أجندة القادة. وفي خضم الغضب الأوروبي الكندي الشديد من السياسات التجارية الأمريكية، اقترح ترامب أمام حلفائه التفكير في إعادة روسيا إلى صفوف المجموعة بعدما طردت منها قبل 4 أعوام عقب احتلالها جزيرة القرم. وهنا حذر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك من أن محاولة الرئيس الأمريكي إلغاء أو تعديل عدد من الاتفاقيات الدولية تشكل تهديداً للنظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية. وعلق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على تصريح الرئيس الأمريكي قائلاً إن موسكو لم تطلب البتة العودة إليها. ترامب الذي غادر باكراً كان قد التقى على هامش القمة رئيس مجلس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كل على حدة. وعلى الرغم من التوتر أكد ترامب أن العلاقة بكندا جيدة، مشيراً إلى العمل مع ترادو من أجل خفض الرسوم الجمركية للوصول بها إلى نقطة عادلة للدولتين. وبشأن الخلافات مع فرنسا، أوضح ترامب أن العلاقة تمرد ببعض الاختبارات في التجارة، مؤكدا وجود رغبة في خلق صيغة ترضي الجميع. السعودية تدخل على خط أزمة الأردن. في الشهر الأول من هذا العام كان الملك الأردني عبد الله الثاني مدركا أن بلاده تتعرض وستتعرض لضغوط اقتصادية بسبب موقفها من القدس وصفقة القرن. امشوا معنا على موضوع القدس ونحن منخفف عليكم. في مشاكل كثير في الضغط على الكنائس من الحكومة الإسرائيلية يوميا، قد ما في ضغط علينا وبيشتكوا باستمرار. وإذا نحن بدنا ننجح لازم نتعاون مع أوروبا وباقي العالم ونقوي المفهوم والقوة بيننا وبين العالم المسيحي إذا نحن بدنا ننجح. ما هي إلا أشهر قليلة حتى بدأ الأردن يدفع الأثمان عن سلوكيات سياسية لا تتوافق والمعايير الأمريكية الإسرائيلية. فملك الأردن فاجأ كثيرين عندما صافح الرئيس الإيراني حسن روحاني في أثناء قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول التركية. وفي أثناء زيارته السعودية في كانون الأول الماضي لم يستطع الملك عبد الله الثاني المسؤولين في المملكة عن خططهم الخاصة بفلسطين. وفي عام 2017 زار الولايات المتحدة 4 مرات حتى لا تنتهي الولاية الهاشمية على القدس، لكنه أخفق. فضلا عن ذلك أوقفت السلطات السعودية الجديدة أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات التي وعدت بها.
خرجت التظاهرات التي برزت من وجع الناس وتنامي الفساد والبطالة وجرى تطويق الأردن اقتصاديا وشعبيا وعمت المدن عقب إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات ورفضها سحب قانون ضريبة الدخل، أقيلت حكومة هاني الملقي وكلف وزير التربية عمر الرزاز تأليف حكومة أخرى. واستمرت الأزمة التي دخلت على خطها اليوم المملكة العربية السعودية بدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى عقد اجتماع رباعي الأحد في مكة المكرمة يضم إلى المملكة الإمارات والكويت والأردن، وذلك لبحث سبل خروج عمان من أزمتها الاقتصادية. وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اتصل بالملك الأردني عبد الله الثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربعة في مكة غدا الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها. عدسة الأعلام الحربي تواكب عمليات الجيش السوري والقوات الحليفة في أقصى ريف السويداء الشمالي الشرقي ضد تنظيم داعش وتوثق تقدمها في المنطقة. وتظهر المشاهد بداية توزيع القوات أو توزع القوات على محاور المعارك وبعض الرمايات بقذائف الدبابات وراجمات الصواريخ. حل نتنياهو لردع الغزيين قتلهم. رد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال ندوة في لندن على سؤال رئيس حزب المحافظين سابقا مايكل هاورد لماذا لا تستخدم إسرائيل سلاحا غير قاتل في قطاع غزة. Everything you said, Mr. Howard, has been tried and other things and it didn't work. And in fact, nobody intentionally went out to kill anyone. People died accidentally. And I can tell you that Hamas at a certain point said, not enough people are being killed. أما المرشح السابق للرئاسة الأمريكية السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز فانتقد في لقاء مفتوح نظمته صحيفة الواشنطن بوست في مقرها في العاصمة الأمريكية السياسة الخارجية لبلاده في الشرق الأوسط وفلسطين على وجه الخصوص، متهما واشنطن بالانحياز إلى الجانب الإسرائيلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكذب على شعبه. في خبر أكدته شبكة CNN الدولية عثر على الشيف العالمي ومقدم برنامج أجزاء غير معروفة على شاشة CNN توني بوردين منتحرا في منزله الجمعة عن عمر يناهز 61 عاما. وكان الشيف الشهير في فرنسا هذه الفترة لتصوير أحد حلقات برنامجه، إذ قال صديقه المقرب أنه وجد جثة في غرفته بالفندق. وبدأ نجم الشيف في السطوع عام 2000 بعد نشر كتاب في فن الطهو عنوانه Confidential Kitchen، وانطلق في أول برنامجه المتلفزة أو برامجه المتلفزة الخاصة بالمطبخ عام 2002. وفي خلال 3 سنوات نال شهرة كبيرة وفاز برنامجه بجائزة إيمي. والآن إلى فن الخبر مع الزميل عمر خداش. مرحبا بفن الخبر لليوم، إطلاق عيد الموسيقى أو لا فيت دو لا ميوزيك بالمركز الثقافي الفرنسي، تفاصيل أكثر في هذا الريبورت. Rendez-vous le 21 juin à Beyrouth et du 16 au 25 juin dans le reste du pays pour la 18e édition de la fête de la musique au Liban. عقد مؤتمر صحفي في المركز الثقافي الفرنسي في بيروت تم خلاله إطلاق عيد الموسيقى 18 في لبنان بدعوة من المعهد الفرنسي في لبنان، الجمعية اللبنانية للمهرجانات الثقافية وبرعاية وزارتي الثقافة والسياحة. مهرجان الموسيقى يضفي قيمة للبنان. لبنان موطن الموسيقى والتنوع والتضامن والابتكار والحرية بامتياز. سيتوسع مهرجان الموسيقى العالمي 2018 ليشمل 40 موقعاً وترسيخ مواقع جديدة، ومن أهم أهداف هذا العيد هو تشجيع المواهب اللبنانية الشابة بإعطائها منبراً لتطوير أعمالها الموسيقية. يجب علينا دائماً أن نجد جسوراً تجمعنا والموسيقى تجمعنا، تفتتح مواسم من الفرح
ومن الانفتاح في جميع المناطق اللبنانية. نذكر بأنها النسخة 18 من مهرجان الموسيقى تحت عنوان التنوع، وسيكون ضيف الشرف فرقة أسد أرب، وهي فرقة فرنسية إضافة إلى موسيقى بلاد المشرق وفنانين وناشئين من فلسطين وسوريا وخصوصا لبنان، مع هادي زيدان، ياسمين نحاس، كارل أشقر وماريا فرنيني، وموسيقى من كل أنحاء العالم بفضل السفارات والمؤسسات الأوروبية الشريكة مثل المجلس الثقافي البريطاني ومعهد غوتيه. هيدا كان كل شيء. باي. أما في عناوين النشرة، قضية النازحين تنفجر بين باسيل والمستقبل. هي منا خطوة جريئة، هي خطوة دنيئة حقيقة لأنه بتمس بأرواح الناس. القناصل يعيدون أزمة مرسوم الأقدمية. والدولة اللبنانية لا تتحمل أي ليرة بهذا الشأن، لذلك توقيع وزير المالية منه ضروري. توم براك زحلاوي أبا عن جد. هن الأصل لبنانيين من زحلة محطة الراسية تحتها. تهديد لدعمه بولا يعقوبيان يعيده إلى فرنسا. شفت قدام الباب حتين ورقة، قريت الورقة بالأرمني مكتوب فيه تهديدات. زفة الريس تزعج إيدن باي. ايويها البزال عندهم مثل الشتاء. السعودية تدخل على خط أزمة الأردن. كان في ترانس بالله بلا تصبوا هالقهوة في النمسا. عيد الموسيقى كان في فن الخبر. النشرة انتهت، إلى اللقاء. إلى اللقاء.